لسه مكملين حلقتنا والصيف بدأ وبنات كتيرة جدا محجبات بتكون هي عايزة تغير في شكلها، تلبس لبس مناسب للصيف، خاصة لو عايزة تروح البحر بتمنع نفسها تنزل البحر عشان ما عندهاش لبس مناسب. طب ايه الموضة الجديدة؟ ايه القطع الأساسية ليكي انت كبنوتة محجبة وست محجبة المفروض تكون جزء أساسي من دولابك، او حتى كمان لو انت غير محجبة بس محتشمة وعايزة تلبسي بشكل معين لسبب او لآخر؟ ده اللي احنا قررنا ان احنا نقدمه دلوقتي حالا للستات والبنات في فقرة واحدة بيتابعها الحقيقة كتير البنوتة اللي معانا بيتابعها كتير جدا على السوشيال ميديا منى اسكندر. فيديوهاتها اللي بتقدمها بتقول فيها لكل المحجبات ازاي تقدري تلبسي وتلبسي صح، والقطعة الواحدة ازاي تحوليها لأكتر من طقم وتمشي مع كذا حاجة. منى اسكندر البلوجر اللي عملت دوشة. يا منى حبيبة قلبي عاملة دوشة. حبيبة قلبي بنورك، تسلمي لي يا رب على الكلام الحلو ده. انا متوتره بس شويه. طب احنا ازاي توتر حلو كده؟ حبيبة قلبي عينيكي اللي حلوه، تسلمي. بنرحب بيكي منى طبعا، وشايفين شغلك وقالب الدنيا. عايزين نعرف، ودي مشكله ناس كتير حقيقه من المحجبات، عايزين يعرفوا اولا ايه الحاجات الاساسيه اللي تبقى موجوده في دولابك قبل ما نسال عن موضه الصيف والوان. بصي، هو الحجاب عموما لما بقى حاجه اساسيه وبنات كتير او فئه كبيره قوي بقت متواجده محجبه، بقينا عايزين نكون شيك ونكون لابسين لبس واسع ومحترم، وفي نفس الوقت نكون ترندي. الحجاب مش عائق لاي حاجه خالص، بالعكس احنا نقدر نكون شيك بتاتشات بسيطه جدا، فتكون البنوته المحجبه ايقونه تقدر تلبس اللي هي عايزاه وتبقى كمان شكلها مختلف جدا ومميز. فاحنا عندنا بقى بدايه كده اكتر حاجه مسيطره على السيزون ده هو البوب اب كولرز، بمعنى الالوان المفرقعه. كان زمان الناس بتخاف قوي ان هي تلبس حاجات ملونه تقول لك لا دي الوان اوفر، دلوقتي هي الالوان دي هي الترندي، زي الاصفر، زي الاورنج، الاخضر، البينك، الحاجات دي واخده حيز كبير قوي، وحقيقي هي بيبقى شكلها لطيف جدا. ما شاء الله. طب مبدئيا بس اسمحي لي الاول اقول يعني ان انا بحييك يا منى على حجابك. وانا مش محجبه، ولكن انا بصراحه بيعجبني قوي البنوته او السيده اللي بتبقى لابسه لبس حجاب، اولا شيك وبسيط، مش لازم يكون شيك يعني يكون غالي، ولكن في نفس الوقت محقق شروط الحجاب. وده هيخليني اتكلم معاكي لان انت نموذج يحتذى بيه في الفرق ما بين دولاب المحجبه ودولاب المحتشمه. المحتشمه اعتقد ممكن تلبس لبس المحجبه بكل سهوله، ممكن يبقى في فرق مثلا في الشعر مش كله باين، لا جزء باين، ولكن هل المحجبه ممكن تلبس ملابس المحتشمه برضه بكل سهوله؟ اكيد طبعا. ولا في حاجات معينه ما تنفعش؟ احنا بيبقى في حاجات انا ورا سؤالي حته كده بصراحه. يعني هو في سسبنس بس انا خليني ساعات بلاقي ان في بنات يعني كتر خيرهم في سن صغير يتحجبوا، ولكن خطوه صعبه ومش كل الناس بتعرف تاخدها، شروط معينه في الحجاب مش متحققه، فببقى بعتبرها محتشمه وعلى راسي. فهي دي اللي انا عاوزه اوصلها. بصي، هو في فرق بين ان احنا نكون ترندي وان احنا نكون محجبه محتشمه. في بنات ممكن تلبس الحاجه لمجرد ان هي موضه بس ما بتكونش توتالي بتناسب الحجاب، فانا هلبسها عشان هي عجباني وموضه. زي ايه؟ حلو بقى ناخد الدونت دو الاول بعد كده الدو. اوكي، الكروب توب مثلا انا بشوف ان هو بيبقى شكله حلو جدا بس مش في كل الاحوال، عشان هو بيكون تايت شويه على الجسم، فمش دايما بيكون احسن حاجه، مع انه ترندي وشكله حلو جدا بس مش بيناسب كل الناس. خصوصا البادي شيب برضو بتاع كل واحده فينا بيحدد عليها في ايه ممكن يتلبس وايه ممكن ما يتلبسش. دي حاجه مهمه جدا. طيب بصي بقى، انا بنوتي ديانا محجبه بس هي صغننه 16 سنه ما شاء الله عليها، وبتحاول تسعى طول الوقت ان هي تتحجب حجاب شيك بحيث ان ما حدش يقول انه هي اتحجبت، فسوري يعني في اللفظ هو اتدهولت. بالعكس، فبداوا البنات اللي هم مش محجبات صاحباتها عايزين من ده، هم حبوا الفكره، حبوا الفكره لان هي وشها ما شاء الله جميل، لكن هي اصطدمت في الاول بفكره مامي انا عندي دولاب كله حاجات بنص كم بس مش عارفه البس منه حاجه، بنطلونات بنتكورات مثلا او حاجات ضيقه او في حاجات كانت في كروب توب في الموضوع، طب انا هرمي الحاجات دي. فبدانا نتفق انا وهي ازاي ان احنا نعيد توظيف الحاجات دي بشكل لطيف مع الحجاب، مع شويه بيسز ثانيه بيزك زي القميص الابيض، زي القميص الجينز، زي الدريس الابيض البيزك ده. قولي لي بقى افكار للبنوته يا دولابها دلوقتي مش محجبه وقررت تتحجب. مبدئيا كده الحجاب زي ما قلت في الاول ان هو مش بيبقى عائق ان احنا نغير حياتنا، احنا بنزود فيه تاتش لطيف جميل يقدر بشكل بسيط جدا يتعدل فيبقى احسن ويبقى احلى واشيك. اي بنوته محجبه الحاجات اللي المفروض تكون موجوده عندها الحاجات اللي لونها ابيض.
حلوة. زي الدريس ابيض زي ما انا لابساه كده. ايوه ده ممكن يوفر لي كتير جدا من هدومي، يعني هو دريس واحد بس ممكن يتعمل عليه اكتر من اوتفيت بكذا شكل مختلف. طب ممكن بقى تشرحي لنا لانه اعتقد ان اجابه السؤال متعلقه على الستاندرد. ايوه بالظبط كده. ممكن تشرحي لي واشرحي لنا تاني يا منى فكره الكروب توب، انا ما فهمتهاش يعني امتى الكروب توب يناسب المحجبه، لان انا عارفه كروب توب يعني بادي قصير. قصدك تلبسه على فستان مثلا او حاجه تحتيه؟ الكروب اوكي بصوا بقى، هو اولا من الحاجات اللي طالعه موضه الصيف ده الحاجات الشيفون اللي هو اللي فيها الوان ونقشات وتشجيرات شيك، والحاجات الستان، بعكس ان الستان طول عمرنا احنا واخدين عنه ان الستان ده مناسبه، ده انا ما ينفعش انزل بيه الصبح. كل السيزون السنه دي كان مفاجئ جدا، يعني الحاجات الستان انا ممكن دلوقتي انزل بيها الصبح زي السوت دي مثلا. الحاجات الشيفون زي الدريس ده مثلا، ده من تحت كله كرانيش ونازل بستايل كلوش، فده بيدي فوليوم شيك جدا، فالبنوته تقدر تلبسه وتلبس عليه كوتشي، لو نازله مثلا بالليل ممكن حاجه فيها هيلز صغنونه، دي بتدي شكل مختلف جدا في الحجاب. حلو قوي. دي بالنسبه للدريسز لو حد حابب فكره الفستان، في محجبه ممكن مش في كل الاوقات بتقدر تلبس دريسز، فبتحاول توازن بين مثلا شويه كاردي شويه دريس. احنا ممكن مثلا يعني ده ايوه شددنا الحاجه بعد ده زي اللي انت لابساه تقريبا. بس ده القصه بتاعته مختلفه. اسمحوا لي بقى انا عايزه اوريكم علشان نشوف الشكل عموما بيكون عامل ازاي. يعني انت لابسه فستان بيسك وبتحطي عليه تغيري عليه بالظبط، عشان كده انا بقول ان ممكن بقطعه واحده نقدر بالزبط. نعمل حاجات كتير جدا. نقدر قصدي عليه يا بلاوز بتحتاج دايما يعني لو حاجات نص او بونشو، ومش لازم هدوم كتير وحاجات كتير ونصرف كتير، هو باقل امكانيات نقدر نعمل اوتفيت واثنين وثلاثه بحاجه بسيطه جدا. يعني ده مثلا الدرس اللي انا لابساه خياطته حتى بسيطه مش محتاجه هو ما فيهوش حاجه خالص، ده ممكن يتجاب من اي مكان. بيكون شكله كده، ده ممكن طرحه اصلا كبيره في البيت هي تقفلها تعملها كده. لو مثلا هنمسك عليه شنطه زي اللون ده طالع ترندي جدا برده من الالوان الحلوه الاخضر. الاخضر حبيبي الاخضر يعني الالوان دي بصي بتدخل في القلب على طول زي كده. احنا كده استخدمنا نفس الدرس بس حطينا له تاتش بسيط. انتوا حسيتوا ان انا نفس الطقم ولا حسيتوا ان هو طقم مختلف؟ مختلف خالص، اتغير تمام. عندنا بقى مثلا لا كلميني عن الفيست اللي هو الجلد المقلوب الاسود ده. كده حطاه كده بقى ما سسبنس في النص. مهم قوي انا بالنسبه لي قطعه الفيست مهمه عشان تداري هنا يبقى واخد صفات الحجاب اللي هي ما بيوصفش، خصوصا ان الجلد كمان الخامه بتاعته مش اللي هي بتبقى مجسمه او كده. ده صيف وشتاء، ده صيف وشتاء، وممكن نلبس له حزام مثلا زي كده بما ان الحجاب على فستانك هو على فستاني، وهيبقى طقم ثالث مختلف مميز غير الشكل. يعني مثلا ده هيتلبس وعليه الجاكيت بالشكل ده. انا بشوف انه خوفا من الحاجات الضيقه قوي لازم يبقى يعني ممكن الفست ده البسه على فستان ابيض طويل زي كده زي ما ثانيه واحده على ابيض وعلى اسود وعلى انا كمان بيتهيألي انه لو في مثلا حاجه قصيره شويه كانت بتتلبس قبل الحجاب او كده ممكن نلبسها على شميز ابيض. يعني الشميز الابيض ده بيزك معانا من بره ثابت يعني. وفي احنا عندنا بقى دلوقتي يعني حاجه جميله جدا اخترعوها اسمها مكملات حجاب. مكملات الحجاب دي يعني كانت تقصدي المعصم والحاجات دي؟ مش معصم بس، هو زمان كان مكمل ده معناه معصم، لكن دلوقتي المكمل بقى كمام، بقى في حاجات فيها بافنس بتبقى منفوخه، دي بيبقى شكلها حلو جدا. الهاف شميز بقوا بيعملوا كمان لولي وستريس هنا بشكل بسيط. الهاف جيب برده دي ممكن لو حاجه قصيره مضايقاني، وده برده بالنسبه لو بنوته كانت بشعرها فهي بالنسبه لها الحاجه لو كده مش هيبقى لطيف، لكن لو كده بهاف جيب هتبقى شكلها افضل. حددي مواصفات الجسم بالظبط. المكملات دي اخذت مكان يعني عمل لهدوم، يعني بصوا ده شكله مثلا شيك قوي ده مختلف لو حطينا له الحزام ده. اذا البيزك الابيض او الاسود ده مهم قوي انه يكون موجود في دولاب جدا. بصوا حسيتوا ان هو نفس الطقم ده في حته ثانيه ابدا طبعا. موضه قوي الحزامه اللي بشنطه دي كمان على فكره. الحاجات الجلد عموما بتبقى قيمه قوي ومختلفه، وتحسي ان هي مهما جبتي منها حتى لو كذا شكل كل شكل بيروح بالطقم في حته ثانيه. والجلد كمان الميزه ان هو الموضه بتاعته ما بتخلصش ابدا ولا صيف ولا شتاء كذا طريقه بالظبط. لفات الطرح بقى منا، احنا عايزين كده منك شويه افكار. انا بصي عايزه اقول لك لفات الطرح دي يعني اكتر حاجه واخده من حياتي. نعمل حلقه لوحدها فقره لوحدها دي عايزه نقعد بقى كده يعني مثلا نديهم هنت تشويقي ان الالوان البوب اب كالرز برده ما سيطرتش على الهدوم بس، هي سيطرت كمان على الطرح. يعني انا مثلا لو لابسه طقم بيزك كولرز زي كده بس يبقى الطرحه لو الوانها كتير يبقى البيزك بتاعها ساده. يعني احنا كده انا مثلا مش لابسه الوان لو مثلا هحط الطرحه كده ف
يعني تخيلوا ايه، بصوا الالوان حلوه قوي شكلها مختلف. احنا طبعا في ناس بتخاف قوي من حكايه ان هي تحط الوان كتيره جنب وشها جدا معايا استاذه وبتحب قوي ان هي تلبس طرح ساده. بخاف منى بنقعد يعني لها تجرأي لان بتبقى فيها تاتش كده تاتش كده بتحس ان هو ممكن يكون تاتش جريء بحس ان انا يعني مع ان انت وشك ما شاء الله بيليق عليه الالوان اللي حوالين وشك دي. طب هو اصلا يعني لو مش بعنايه ممكن احس ان انا اتحولت لبغبغان متحول يعني مش راسي دي لازم تبقى كانها حاجه نود عشان يبقى كانه على فكره ده برده ممكن شويه بيرجع للشخص لطبيعه الشخص يعني انا عارفه انت اصلا شخصيتك هاديه وناعمه جدا مش الشخص الجريء اللي يقدر يلبس الوان دي مش حاجه وحشه دي لا حاجه الوان بلبسها في لبسي. انت طبيعتك هاديه وناعمه فبتحبي البساطه فبتحبي العين تكون مرتاحه عشان اصلا اللي بيبص لك عينيه بتكون مرتاحه. هي منى نفسها عامله نفس الحاجه برده لابسه ساده خالص. انا الابيض دي يعني برده 90% من الاوتفيتس بتاعتي بتبقى مسيطره عليها لو حاجات مشجره زي كده، لو بقى حاجه ساده ممكن مثلا بستعين بسكارف جينز مثلا. ايه اخباره بقى اللي تحت الفيست ده؟ ده فيست جينز ده ده جاكيت جينز برده يعني ده من الحاجات الواحد برده. منى بتفكري تخشي في عالم تصميم بقى لبس؟ بتمنى حساكي جدا وهقول لك السؤال ده ليه بس ما تخلصي الموضوع ده. بصي بقى منك خدمه عظيمه بعد ده اذنك حلو يعني. ده حلو قوي مش موجود في السوق خالص. بصي بقى اصلا البوفنس اللي في الكم دايما البنوته المحجبه لازم يكون عندها سنس جراءه ان لا مش يعني لازم البس الحاجه زي ما هي، لا لازم كل واحد يكون عنده انسبيريشن ان انا عايزه البس كذا محدش لبسه. البسي حاجه ممكن كل الناس دلوقتي تشوفها غريبه بس بعد كده تلاقيها موضه وكل الناس لابساها عادي. هيبقى على الابيض بقى جميل برضو. بصوا نشوف بقى طقم تاني. متهيألي ان الجاكيت الجينز او الشميز الجينز ده اساسي للبنت سواء بالزبط. محجبه او مش محجبه بالظبط لان هو بيشغل حاجات كتير جدا هو اصلا بيزك وحلو جدا كمان طبعا. لخروجات الصبح اللي بنبقى نازلين فيها خلقنا ضيق عايزين حاجه سهله. ايوه اوفر سايز ولا اوفر سايز. بصي والكمان بتاعته فيها بافنس كده الشكل بتاعه مختلف جدا وتحسي ان هو بعيد برده تماما عن الستايلات اللي احنا لبسناها في طبعا الاول. طبعا المحجبات البنت المحجبه محظوظه ان الاوفر سايز موضه جدا دلوقتي جدا هو اصلا بيبقى راحتها هو بيبقى اشيك هو بعيدا عن طبعا احنا المفروض نلبس واسع عشان هو ده الطبيعي ودي شروط الحجاب الاساسيه بس هو الاوفر سايز في العموم هو شكله بيبقى اشيك. انا بشوف ان هو بيداري دفوهات الجسم صحيح. بيدي شكل مختلف بيخلي البنوته شكلها يعني غير حلو لو واحده مش طويله قوي ولا لازم واحدة طويلة الاوفر سايز ده بيبقى هو مفيش حاجة لازم هو لو انت عرفتي تلبسي الحاجة المناسبة للبادي شيب بتاعك وكنتي جريئة شوية زي ما قلنا الحاجة بتتظبط عليكي. فكرة ان لازم فاحنا كلنا هنلبس شبه بعض لكن لو كل واحد كان عنده الحتة بتاعته هنبقى مميزين. صحيح ده بالنسبة للجاكيت. عندنا بقى حاجة يعني دي من الحاجات برضو الكاروهات بقى في المكسرة يعني مثلا حاجة زي كده نين ده الكاردي بتاعي ده خليه في الاخر. الحاجه مثلا زي الكاروهات مع البوب اب كولرز اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول اللون الفسفوريك هو هادي جدا للناس اللي ممكن ما تحبش حاجه ملونه بس في نفس الوقت فيها تاتش بسيط يعني برضو احنا ما خرجناش بره الترند كتير يعني فكره البونشو او مونتو ده بيترمي على اي حاجه فيقوم يعني مثلا حاجه بيضه حاجه سوده. هو الموضوع خرج كمان بره فكره انه رمضان يمكن كان رمضان رمضان نايتس كانت مسيطر عليها احنا رمضان مكمل معانا بقى بقيه السنه احنا هو نفس الحاجات ليهم ايه في البحر عملوه كاش مايو ايوه وفي الخروج عملوه بونشو يعني بالزبط. هو الناس اقتصاديه جدا في تفكيرها. بصي بقى هنا عملت ايه؟ بصوا بقى ده الحزام تحتيه الابيض ولا فوقه؟ لا هو انا ما قلعتش حزامي بس هو الفكره لا انا قصدي اصل في ممكن يحط الحزام فوق البونشو عشان لو حد مش كده حلو لو حد رفيع يعني كده لو انا لبست الفستان اسود على ده هيبقى يجنن برده كمان هيبقى تحفه جدا بس هنفتح لون الحزام ومع ده حلو ومع ده برضو لطيف ان هو البيج بتاعه واحده مش محجبه ممكن تلبس بنطلون تلبس جيب هيبقى عادية. على فكره مش كل اللي برضو اللي بشعرهم من بره هو مش كل اللي بشعرهم برضو اللبس بتاعهم ما ينفعش فيه بنات بشعرها عادي وممكن بتلبس نفس لبس البنوته المحجبه هو ستايل او انت عجبك فكره في بنات بتدخل تسالني تقولي انا بشعري بس انا حابه ستايلك انا عايزه البس زيك فهو فكره وانت عايزه تلبسي حاجه عايزه تكوني بشكل معين هي دي الفكره. طب قولي لي بقى حلي لي الفازوره اللي انا هقولها لك دي واحده عندها تي شيرت عاديه خالص نص كم واتحجبت تعمل فيها ايه؟ هتجيب شميز بس يكون الكمام بتاعه فيها بافنس عشان التي شيرت هتكون اوريدي ماسكه شويه أيوة. فالبافنس زي الجاكيت الجينز الكمام كده طيب. بيدي شكل مختلف وهتدخل لازم تدخل لون مفرقع. جيب قصيره هتجيب لها اكستنشن حاجه يكون فيها كلوش زي كده. بصي دلوقتي منزلين برضو ده كتير بالوان
يعني انا عايزه اوريكم يعني ده. تحجب ما ترميش حاجه خالص ما ترميش زي حالاتي. ابدا انا زي حالاتي كده اتسرعت رميت كل الحاجات. لا 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 خالص. بصوا الفكره من تحت. انت عندك لبس يا بنوته يا حلوه، لبس صيفي، لبس مش محجبات. حلو قوي ده. سامعه يا ديانا؟ ده ايه؟ سامعه يا حبيبتي اللي انا بقوله ده؟ في ده بقى ده ظهره ولا وشه؟ ده ظهره. ظهره الملون. ده ظهره مفاجاه ووشه مفاجاه برضه. حاجه اي حاجه بقى عندنا زي كده كرانيش من تحت، هنلبس الجيب بتاعتنا ونستفيد بالاكستنشن ده من تحت. فمنه هيدي فوليوم شيك اللي هو فاكره الجيبونات بتاعت زمان قوي. ايوه بالظبط كده. كانت على فكره الموضه بترجع بيك تدريجي يعني جوه الخياطه يعني تدخليها وتلبسي حزام ولا حد هيحس ولا حد هياخد باله ولا حد هيحس بحاجه وهتبقي شيك وهيسالوكي منين. انا بعمل التريكات دي من زمان قوي يعني عندي اللي هو الجيبونه اللي تلبس اللي هو مش هياخد باله. هتعدي ما بعملها. قلتي بقى كمان ايمان قالت في الاول البحر بقى وهتعمل ايه في البحر؟ مشكله كبيره. انا بشوف ان البحر ده عشان هو من الراحه النفسيه والجو والصيف هو بيبقى عايز الوان. يعني اول حاجه في البحر ابيض. تاني حاجه هنلون اصفر اورنج. يعني عارفه الاصفر اللي انت لابساه ده على البحر هيبقى خطير. تسلمي لي يا رب. فاي حاجه ملونه في البحر مع الوان البحر والرمله، ان الالوان دي بيزك، فاي لون هيتحط عليها هينور مع اضاءه الشمس. الالوان دي بتكون تحفه. عندنا بقى بنتكلم على ملابس اللي تقعد بيها على البحر مش على البوركينو او البيوهات. لا دول ملابس ما ينفعش تلبس. في ناس بتحب تنزل تتصور وتطلع تلبس المايو وتنزل ده عادي. طيب بالنسبه للطرحه، هل ممكن الطرحه نفسها يبقى لها استخدامات كتير؟ لا قولي سؤال بسيطه تاني. يعني ممكن تستخدم الطرحه مثلا تربطها في الكايه تستعملها سنتور تحطها تعمل منها بلوزه مثلا بطريقه معينه لو الموضوع ده برده مهم جدا. عندك فكره؟ يعني مثلا الطرحه الساتان اللي هي بتكون مثلثه. أيوة. دي ممكن بتتربط هنا لو احنا عايزين نعمل كروب توب بنقش. أيوة. الطرحه مثلا انا عجباني النقشه دي بس انا مش هنزل اشتري زيها بالظبط. فانا عجباني فعايزه اجيبها. ايوه فهجيبها مثلا ودي هجربها لكم بقى مع الطرح لما نعمل ان شاء الله الفقره. بتتربط كده بشكل. بتعمليها دلوقتي يعني هو للاسف ده مش ساتان مثلث. احنا معانا صور ممكن توضح لنا اكتر لو ممكن نتفرج. اتفضلي عادية منا عشان تشرحي لنا بقى الصور والافكار الحلوه اللي هنشوفها في الصور. هي جت بلبس وخارجه بلبس. يعني هتحرمين الجمهور من حاجه بس الفرقه كلها دلع. ده ايه الصوره دي؟ ده كان عايزه اعمل حاجه شويه تكون مختلفه وكلها اسود. انا بالطبيعي مش من الناس اللي بتحب الغوامق. بس لما حاجه بكون مثلا مش بعملها كتير فبحب اعملها مره كل فتره تكون حاجه مختلفه. ولابسه ايه على راسك الحجاب؟ يقربوا لنا الصوره. ده شابو وعليه طرحه شيفون سودا تحتيه. صح. تحتيه يعني مش برضه تبقى مدايريه الرقبه فمحدش يعني يقول لك طب شابو. طب لا احنا مدارين الرقبه وكل حاجه بس اللي لابسين شابو هنا. ده الفستان ده انا بحبه جدا. الالوان هنا حلوه قوي ويتحب بصراحه. هنا بقى الفستان ده اصلا ما كانش ليه حزام بس انا حبيت احط. دي برضو من ضمن التريكس اللي ممكن في بودي شيبز معينه بتحتاج ان احنا يعني نضيف بعض الحاجات اللي بتخلي الدنيا مختلفه زي الحزام اللي انا حطاه ده. الحزام ده ممكن بيدي شكل للفستان مختلف وبيخلي البودي شيب كمان مختلف خصوصا في الصور. تمام. سواري ده مش كده؟ ده كان سواري من الالوان. مش حارمين البنات من حاجه اهو. مفيش حاجه خالص. هنا كان الدريس بهاي نيك علشان لما بلبس تيربان بيكون الرقبه يعني بحب دايما اعمل دريسز بتاعتي هاي نيك. ده تحفه برضه. ده بيتباع فين ده؟ انا ابقى اخد منك اسم المحل بعد الهواء. بعد الهواء اقول لك. الوانك جريئه قوي يا منى وممكن تخوف ناس كتير انه هلبس اصفر. لما بقول للناس قبل المناسبه انا هلبس لون كذا بيبصوا لي كده انت هتلبسي كده بجد؟ بيسكتوا عشان يشوفوا بس هم ما بيبقوش مش عايزين نخش بقى تلبسي اصفر بجد. عندي قلق وانت داخله. بصي الالوان هنا الفلوري جميله. حزام فوشيا مع التايجر. دي كانت بيكنيك فكنت حابه يكون الالوان الشجر مع الحزام مع الشابو. الشابوهات برضه شوت بقى طبعا. انا عايزه افتن على حاجه بصراحه. قولي لي انت عندك اخوات؟ اخو ولد واحد. انت يا البنت الوحيده. بصوا يا جماعه مامت منى بسم الله ما شاء الله واضح ان طبعا هي دعم كبير في حياتك يا منى. قاعده بره عارفه واقفه على طراطيف صوابعها وفي اول اللقاء عينيها دمعت وعيطت ومسحتها وشفتها قد ايه مامتك مسانداكي في نجاحك في اللي انت بتحبيه. انا ماما مش مسانداني، انا ماما كل حياتي. يعني انا دايما بقعد اقول لها انت بعد توفيق ربنا كل اللي انا وصلت له انت السبب فيه. هي عماله تعيط الله يسامحك. هي اللي غيرتي كاريرك. يعني انت كنت دارسه حاجه انا خريجه تجاره انجلش جامعه اسكندريه.
قسم ماركتينج. واللي شجعك ايه بقى تعملي الفاشن؟ ماما باين اهو. هي كانت دايما من وانا صغيره انا كنت عندي حب قوي للفاشن، الوان، اخش اعمل طرحها فتقولي انت بتعملي ايه، اقول لها انا حابه اعمل كده، انا مش فاهمه انا بعمل ايه بس انا مبسوطه. فضلت تكبر جوايا الموضوع وتخليني اعمل الحاجات اللي بحبها. لما كبرت قالت لي انت ده يعني دي حاجه انت شاطره فيها وعندك يعني عندك الكاريزما بتاعتها فما توقفيهاش. بس كان اهم حاجه عندها ان انا اتخرج ويبقى معايا شهاده وبعدها اشتغل. حقيقة طبعا. وبعدين واقفه معاكي ولا كانها اختك على فكره، مش مفيش فرق بين هي كل حياتي مش بس يعني. بصوا مصر حلاوتها في ستاتها وبناتها بصراحه من الاخر. ماشي رجاله طبعا كويسين وعلى عيننا وعلى راسنا. بس يعني احنا شفنا من اول الحلقه النهارده ساره صبري وطالعه الفضاء وايه شعيب طبعا في حته ثانيه، وادي منى اسكندر. ودايما البرنامج بنعرض نماذج لستات وبنات حقيقي. أنا فخر على مصر. انا عايزه استغل بقى ان احنا في البرنامج وفي التلفزيون واوجه رجاء لمنى والكل اللي يعني حريصين على صناعه الفاشن والموضه، مع كل احترامي وتقديري وحبي لكل السيدات والبنات المصريات اللي اصبحوا على طول لابسين عبايه سوداء حلوه وحشمه وعلى راسي، وعارفه ان الحياه وايقاع الحياه والشغل والدنيا صعبه، بس طلعوا لنا زي كده شبه الفساتين البيزك، زي او لبس كده يليق للمحجبه المحتشمه اللي هي بتروح شغلها وبتنزل مواصلات وكل حاجه، ولكن يبقى فيه الطابع بتاعنا، يبقى بسيط سعره رخيص، ونغير شويه ثقافه العبايه السوداء. مش عشان هي حاجه والله، بس احنا محتاجين يبقى عندنا يعني حاجه مصر بتاعتنا. بتنزلي ازاي صحيح زي ما بتقولي واحده بتركب مواصله بتروح الجامعه، او واحده موظفه بتودي ولادها المدرسه، بتبقى سهله الحركه، بتبقى يعني ده انا مثلا لابسه هيل زله وتلبس على كوتشي. لا انا ما بتكلمش على الجزم، اهو اللبس اهو محتشم بسيط شكله مش مكلف، ما خرجناش ممكن يبقى عندنا حاجه بديله للعبايه السوداء اللي بقت طاغيه على شكل الشارع المصري بشكل مش بتاعنا برضه. بالظبط. وعلى فكره هو لو احنا قارنا اي هتعملي ده؟ انا نفسي هتطلعي حاجه كده. انا نفسي يعني. طب انا عايزه اسالك حاجه يا منى، انت دلوقتي دي لفه طرح تمام، اكيد عندك لسه ياما في الجراب يا حاوي يعني شايلهم للحبايب. لا انت هتشيلهم لنا احنا بقى ماشي. الاسبوع الجاي تيجي لنا ونعلم البنات والستات ازاي ان احنا نغير في شكل لفه الطرح والتربونات، علشان مش كل حاجه تناسب كل وش ولا كل بشره مدور ليه حاجه ولا كل لون ولا الكلام ده كله. طرح وافكار بديله للعبايه السوداء عيوني. خلاص فاحنا واحنا النهارده اتكلمنا عن ازاي ان احنا نوظف اللبس اللي موجود عندنا. لو ما كنتيش محجبه واتحجبتي سامعه يا ديانا مش هشتري لبس تاني ها. وكمان الاسبوع اللي جاي هنغير في شكل الطرح واللفات مع منى اسكندر في الستات ما يعرفوش يكذبوا. شكرا ليكي يا منى نورتينا، ومامت منى كمان نورتينا نورتينا، وربنا يخليكم لبعض يا رب. وهنروح لفاصل وهنرجع بعده مع نور البرنامج الحاجه ياسمين الحصري، هتكلمنا النهارده عن النفس الاماره بالسوء اللي هي بتمشي ورا شيطانها. طب ازاي ان احنا نقدر نتحداها ونقضي عليها خالص عشان نوصل لمرحله النفس المطمئنه؟ ده اللي هنعرفه منها بعد الفاصل ان شاء الله. ساندوز شركة رائدة في مجالات الأدوية الجنيسة والمثائل الحيوية. ساندوز موجودة في مصر من حوالي 60 سنة وموجودة في العالم من حوالي 120 سنة تقريبا. السياسة العالمية للشركة وسياستنا في مصر الوصول لأدوية ساندوز ذات الجودة العالية العالمية بأسعار معقولة للمريض المصري. طرح مستحضر لينكس النهاردة من فئة البروبيوتكس بيساعد الأطفال استعادة التوازن الطبيعي ما بين البكتيريا النافعة والبكتيريا الضارة بعد أدوار الإسهال اللي بتصيب الأطفال، وبالتالي الطفل يقدر بمساعدة المكملات الغذائية زي لينكس يقدر يستعيد عافيته، وكمان بيساعد على تقوية مناعة الأطفال لحد سن 12 سنة. الطفل بيحتاج لينكس في حالتين أساسيتين، الحالة الأولانية في النزلات المعوية والإسهال، لأنه ثبت إن اللي بياخد البروبيوتكس زي اللينكس في الحالات دي فترة الإسهال بتقل، وبالتالي احتمالات الإصابة بالجفاف بتقل. الحاجة التانية نقص المناعة، نقص المناعة اللي هو الطفل اللي بيحيا كتير، دول لقوا إن البروبيوتكس بتحسن مناعتهم وبالتالي بيكونوا أقل عرضة للأمراض المتكررة. في النزلات المعوية الحياة له دور، والأبحاث العلمية أثبتت أن المجموعة اللي هتاخده إضافياً إلى العلاج التقليدي للنزلات المعوية كانت مدة الحجز في المستشفى تقلت قوي، ومدة الإسهال قلت جداً. كمان في النزلات المعوية بالروتا فيروس طلع له فايدة خطيرة جداً ومفيدة جداً. أي مستحضر أو بروبيوتيك بيحتوي على بكتيريا نافعة حية لازم يستوفي شروط معينة عشان نقدر نقول إن المنتج ده هيبقى منتج فعال ويقدر يقدم الفوائد الصحية.
بداية من التكنولوجي والكواليتي اللي المنتج بيتصنع بيهم، لأنه دي اللي بتضمن أنه الكائنات الحية أو البكتيريا النافعة دي هتفضل حية في المستحضر النهائي ده طول فترة الصلاحية بتاعة المنتج. حاجة تانية مهمة جدا أن السلالة المستخدمة من البكتيريا النافعة دي لازم يكون عندها قدرة أن هي تقاوم العصارة المعدية والصفراوية، عشان لما تتبلع تقدر تفضل حية وهي معدية من القناة الهضمية وتقدر توصل للأمعاء وتدي الفوائد الصحية اللي المفروض أن هي تقدمها. You can call probiotics good probiotics bacteria. هي البكتيريا النافعة. كلنا لما بنسمع كلمة بكتيريا بنفتكر ان البكتيريا حاجة ضارة، لكن في ناس كتير قوي ما تعرفش ان في بكتيريا نافعة. النافعة عبارة عن كائنات حية دقيقة لو دخلت او تم اعطائها للجسم بشكل سليم او بكمية سليمة، فالكمية مهمة جدا او الجرعة، تؤدي الى منافع للانسان اكتر من الضرر.